متواجدين في مظاهره معرض ولايتي تونس المركزيين. المعرض هذا يندرج تحت اطار تشجيع الجمعية الوطني للحرفيين للولايات الداخلية لترويج منتوجاتهم ومساعدتهم على معناتها ترويج منتوجاتهم. دونك هي معرض يقام بصفة دورية في كل جمعة على زوج ولايات، الأكبر على أنه زوج ولايات داخلية بصفة مجانية. دونك الجمعة هذه من 9 ل 14 سبتمبر ولايتي القصرين وتونس. دونك نراو هوني منتوجات مختلفة، سيرتو المنتوجات تتميز كل جهة، عندنا الحلفة والسعف، السعف اللي يميز ولاية توزر، ونلقاو من جهة أخرى الحلفة اللي تميز ولاية القصرين. باش نعرف منتوج تاع الصناعه التقليديه، منتوج الحلفه، هاو باش نوريك كيفاش تخدم. جيت بدعوه من المندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه بالقصر، جيت مع زميلاتي وزملائي. هاكا كيفاش نخدم الحلفه، باش نوريك كيفاش تخدم. نخدم منها ورشة قطاع مزيانة للديكور والاستعمال اليومي. كيما شنو ما قولي شنو خل؟ كيما دي سوفيا نستعملوها في الكوجينة، نستعملوها في كيما ديكور دي بواط لونجمون، برشا قطايع مزيانين كيما الفخريات، كيما برشا قطايع محلاهم. فورماسيون في ولاية توزر ونظموها غادي جمعية تاع المندوبية تابعة تاع ولاية توزر الصناعة التقليدية. استفدت منها برشا حاجات، خاصة أنا اختصاصي رب التمر، سكر التمر، نواية التمر، هذه معناها خديتها اختصاصي هي أنا. كي عملت تحاليل شفتها بحكم ما شاء الله عندي ولدي هو زاد شجعني يقرا في كلية الطب، كي عملنا تحاليل لقوا إلي رب التمر كله حديد صعبين. اللي باهي معناها في بقعة الإنسان باش يستخدم الصبنة العدس ياخذ معناها واحدة نتاع رب التمر بإذن الله بكل لاباس، باش ناخذ في الليل من الفارماسي ولا حاجة، ناخذ هدايا رب التمر بيو معناها 100% فيه برشا منافع. كان العرض نتاعنا عسل ومنتوجات حلفة والحمد لله ومشكورين نسبة. فما قبل مش كثيرة، ما باهي القبل موجود، معناه ما تعرف نحن جينا في موسم دراسي، فما شوي أزمة هي، يعني تحس الشارع يقسم ما بين الصناعة التقليدية، أعطانا معناه أعطى وقته شوي الصناعة التقليدية، كذلك حاول أنه يعطي زاد وقته للمنتجات الأخرى لتوفيرها للصغار وكيف المكان، الأمور المكتبية معناه. جات مشاركتي على طريق الديوان القومي للصناعة التقليدية المندوبية، وقالوا لي تبع في لينا تصور على اللي عندك انت سلعتك منتوجي، وبعثته لهم وقبلوني انا وثمانية نساء، نحن ثمانية كنا كل واحدة من بلاصة، حاولوا يرضوا الناس كل، وجينا الحلفة وبخيط الحلفة وبالزرابي، ومرحبا باللي يجينا ويشجعنا ويطلع علينا. احنا اخرنا نهار السبت في العشية، ونتمنى يشجعونا ويجوا يشوفوا.